السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة هناخد درس نصائح لمحمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي، أو كما لقب شاعر السيف والقلم، لأنه كان شاعراً وكان أيضاً جندياً من جنود الجيش المصري، فلقبوه بذلك اللقب، لقبوه بشاعر السيف والقلم، وكان أيضاً وزيراً للحربية، واشترك في الثورة العرابية التي قام بها أحمد عرابي، وكان رائداً لحركة الإحياء في الشعر العربي، وكان أيضاً أديباً وشاعراً، وأشهر كتبه كانت كتاب كشف الغمة في مدح سيد الأمة، التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً ويقال إنه هو اتولد يوم 6 أكتوبر سنة 1839، وكانت وفاته في 12 ديسمبر سنة 1904. طبعاً النص بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين نص نصائح للبارودي، بيبدأ فيه بيقول: إذا ما أراد الله خيرا بعبده هداه بنور اليسر في ظلمة العسر. إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا ولا تدفع يد اللين بالقصر، ولا تحتقر ذا فاقة فلربما لقيت به شهما يبر على المسر. فرب فقير يملأ القلب حكمة، ورب غني لا يريش ولا يبري. ولا تعترف بالذل في طلب الغنى، فإن الغنى في الذل شر من الفقر. طبعاً أبيات رائعة وجميلة، فيها نصائح رائعة لكل إخواتنا الطلاب في الصف الأول الإعدادي. وزي ما احنا متعودين بنطرح البيت ونقول أهم ما فيه من معاني ومظاهر جمال وشرح. طبعاً في البداية الشاعر بتاعنا بيقول: إذا ما أراد الله خيراً بعبده أراد يعني شاء، أراد يعني شاء خيراً بعبده، وعبده هنا المقصود بها الإنسان. حد يعرف جمع كلمة عبد؟ برافو، هتقول لي عبيد وعبد وأعبد وعبدان، جميل. هداه بنور اليسر في ظلمة العسر، هداه يعني أرشده وتمشي دله، وعكسها أضله. بنور اليسر، اليسر اللي هو السهولة وتمشي كمان الفرج، وعكسها العسر. في ظلمة العسر، العسر اللي هو الشدة والضيق، وعكسها، برافو اللي قبلها على طول، اليسر. علشان كده لو أنا جيت أقول لك ما بين اليسر والعسر تقول لي على طول وأنت مغمض: تضاد يبرز المعنى ويقويه ويوضح. ديك فرصة دقيقة كده بسرعة ما بينك وما بين نفسك تحفظ، توقف الفيديو وتشتغل، وبعد كده نرجع مرة تانية. بعد ما ترجع ندخل على مظاهر الجمال. إذا ما أراد الله خيرا بعبده هداه، ده أسلوب شرط. إذا هنا، إذا الشرطية اللي احنا واخدينها طبعا في المنهج بتاعنا، اللي هي من أدوات الشرط الغير جازمة. إذا ما أراد الله خيرا بعبده هداه، أسلوب شرط أداته إذا، تفيد طبعاً التأكيد. تأكيد على إيه؟ على أن السعادة هي هبة ومنحة من الله عز وجل. وجاءت كلمة خيراً نكرة لتفيد العموم والشمول. كمان عندي
الهاء بتاعة الضمير اللي موجودة في عبده تعود على لفظ الجلالة، وفيها تكريم لهذا، فيها تكريم لهذا العبد. هداه بنور اليسر في ظلمة العسر. طبعا نور اليسر هنا فيها تصوير جميل لليسر، كأنه نور يرشد الإنسان إلى ما فيه خيره وسعادته. كمان عندي ظلمة العسر فيها تصوير للعسر بظلمة يضل الإنسان فيها. طبعا حضراتكم عارفين إن ما بين نور اليسر وظلمة العسر، برافو عليكم، تضاد يبرز المعنى ويقويه ويوضحه، وما بين اليسر والعسر تجانس أو إيقاع موسيقي يطرب القلب. نكمل: إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا ولا تدفع يد اللين بالقصر. إذا شئت، شئت يعني أردت، وعكسها رفضت. أن تحيا، تحيا يعني تعيش، وعكسها تموت. سعيدا، سعيدا يعني مسرورا، سعيدا يعني مسرورا، وعكسها حزينا وشقيا، وتعيسا جمع سعيد سعداء. فلا تكن لدودا، لدودا يعني ايه؟ شديد العداوة، شديد العداوة، وجمع وعكسها حميما، لدودا عكسها حميما، وجمع لدود ألدة وألداء، جمع لدود ايه؟ ألدة وألداء. ولا تدفع يد اللين بالقصر، تدفع يعني ترد، تدفع يعني ترد، والمضاد ترضى وتقبل. يد اللين، يد اللين، اللين هنا اللي هو اليسر والسهولة، وعكسها القصر، بالقصر اللي هو القهر والقسوة، وعكسها اليسر والسهولة واللين. يبقى ما بين اللين والقصر تضاد يبرز المعنى ويقويه ويوضحه. نكمل على طول شرح البيت وبعد كده ندخل في مظاهر جماله. الشاعر بيقول: أيها الإنسان، إذا أردت أن تعيش سعيدا فإياك أن تكون في خصومة مع الآخرين، ولا تقسو عليهم، ولا تقابل الحسنة بالسيئة. يعني ما يجيش واحد يعاملك بحسنة وانت تعامله بسوء وبشدة، لا، إياك أن تكون في خصومة مع أحد إذا أردت أن تعيش إيه؟ سعيدا. يبقى لو انت عايز تعيش سعيد لازم تبعد عن الخصومات اللي ما بينك وما بين الناس. طبعا جاي بيتكلم بعد كده بيقول: ولا تحتقر ذا فاقة، فلربما لقيت به شهما يبر على المسري. لا تحتقر، تحتقر يعني تسخر وتهزأ. ذا فاقة، ذا ليه صاحب، ذا اللي هي صاحب وجمعها زوي. فاقة، الفاقة اللي هي الفقر والحاجة، وعكسها غنى واكتفاء. فلربما، ربما هنا احتمال، لقيت به، لقيت يعني وجدت شهما، الشهم هو صاحب المروءة، يبر يعني يكرم ويقدم الخير على المسري، المسري اللي هو الغنى والغني، وعكسها الفقير. طبعا الشاعر عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا: ايها الانسان، اياك ان تحتقر احدا لفقره. اوعى تحتقر حد عشان هو فقير، لان هذا الانسان الفقير من الممكن ان يملك من المروءة والشهامة والشجاعة ونجدة الآخرين ما لا يملكه الغني. تاني:
البيت الثاني هنا بيطلب ايه؟ بيطلب الشاعر من الانسان الا يحتقر انسانا لفقره، لان هذا الفقير الذي تحتقره من الممكن ان يمتلك مروءه وشهامه ونجده للاخرين مما لا يملكه الغني. يبقى المصري هنا اللي هو الغني. البيت اللي بعده بيقول: فرب فقير، رب حرف جر يفيد التقليل او التكثير بمعنى احيانا، فرب فقير يملأ القلب حكمة، يملأ القلب حكمة، والحكمة هي العلم والفقه والفهم، ورب غني لا يريش ولا يبري. لا يريش يعني لا يضر ولا ينفع، ويبري معناها لا ينفع ولا خير فيه. طب معنى البيت ايه؟ قال لك معنى البيت أن الشاعر يقول أنه قد يكون الإنسان فقيرا لكنه يملك من العلم والحكمة ما يفيد به الآخرين، وقد يكون غنيا ولكن لا نفع منه ولا ضرر. جاي في البيت اللي بعده بيقول: ولا تعترف بالذل في طلب الغنى، ولا تعترف بالذل في طلب الغنى. لا تعترف يعني لا تقر، تعترف يعني تقر، وعكسها تنكر وتجحد في طلب الغنى. طلب الغنى أي السعي إليه، طلب الغنى اللي هو السعي إليه، والذل اللي هو الضعف والمهانة. فإن الغنى في الذل الضعف والمهانة شر أقبح وأسوأ. شر يعني إيه؟ أقبح وأسوأ من الفقر. معنى البيت يحذر الشاعر الإنسان ويقول له: لا تطلب الغنى بالذل، إياك أن تسعى لطلب الغنى بالذل. يعني اوعى تتمنى انك تبقى غني على حساب كرامتك وتتذل وتتهان عشان توصل للغنى، لأن الفقر مع العزة والكرامة خير من الغنى مع الذل، خير من الغنى مع الذل. طبعا حضراتكم أسلوب البارودي واضح جدا قدامنا، طبعا زي ما انتم شايفين مظاهر الجمال. جاء بيقول لي: إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا. طبعا ده أسلوب شرط يفيد التوكيد برضو زي ما قلنا في البيت الأول. إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا، أسلوب شرط يفيد التوكيد. فلا تكن لدودا أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد. وجاءت كلمة لدودا نكرة للتحقير، للتحقير، توحي بطبعا شدة الخصومة والعداوة. ولا تدفع يد اللين بالقصر، لا تدفع يد اللين بالقصر، فيها برضو أسلوب نهي غرض التحذير والنصح. ويد اللين هنا صور فيها اللين بإنسان له يد، شبه اللين بإنسان له. وطبعا اللين والقصر ما بينهم زي ما قلنا تضاد يبرز المعنى ويقويه ويوضحه. جاي في البيت اللي بعده بيقول: ولا تحتقر ذا فاقة فلا ربما. لا تحتقر طبعا ده أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد والتحذير. تاني أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد والتحذير. فلا ربما لقيت به شهما يبر على المسري. طبعا هنا فيها تعليل لما قبلها، وشهما جاءت نكرة للتعظيم، معناها حلو تبقى للتعظيم. اللي فاتت كان من شوية صغيرين كنا واخدين لدودا نكرة للتحقير، لكن شهما نكرة للتعظيم. ذا فاقة والمسري ما بينهم طبعا تضاد يبرز المعنى ويقويه ويوضح. طبعا البيت قبل الأخير بيقول: فرب فقير يملأ القلب حكمة.
يملأ القلب حكمة. طبعا هنا يصور القلب بوعاء والحكمة بشراب صافي يملأ هذا الوعاء. تاني، صور القلب بالوعاء والحكمة شراب صافي يملأ هذا الوعاء. جاي بيكمل بيقول: ورب غني لا يريش ولا يبري. هنا طبعا تعبير جميل يدل على انعدام الشخصية وتفاهتها، انعدام الشخصية وتفاهتها. وطبعا يريش ويبري ما بينهم ترادف يؤكد المعنى، وطبعا تكرار النفي يفيد التوكيد زي ما احنا متعودين كده، التكرار يفيد التوكيد، التكرار بيفيد التوكيد. وطبعا ما بين شطري البيت تضاد يوضح المعنى ويؤكده. وطبعا في البيت الرابع برضو هنا تعليل لما قبله للبيت الثالث. أما في البيت الأخير بيقول: ولا تعترف بالذل في طلب الغنى. لا تعترف بالذل في طلب الغنى، أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد، أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد، وكمان فيه دعوة للاعتزاز بالنفس وعدم إهانتها، وعدم إهانتها. تعبير فيه دعوة للاعتزاز بالنفس وعدم إهانتها مهما كانت الأسباب. جاي بيأكد على ده فيقول لي: فإن الغنى في الذل شر من الفقر. طبعا ده أسلوب مؤكد بإن على طول، إن الغنى أسلوب مؤكد بإن. طبعا هو تعليل لما قبله، لأنه بيقول إيه: لا تعترف بالذل في طلب الغنى. ليه؟ فإن الغنى، يبقى على طول تعليل لما قبله. وما بين الغنى والفقر تضاد يبرز المعنى ويقويه ويوضحه. وطبعا فيه حكمة جميلة معبرة، لأن الفقر مع الكرامة خير من الغنى مع المهانة. طبعا يا شباب هي ديت أهم مظاهر الجمال وأهم المعاني اللي موجودة في النص دوت. طبعا احنا اتعلمنا ايه كده من النص ده؟ اتعلمنا ان احنا علشان نعيش سعداء يجب ان تنتشر المودة والقناعة بين الناس، يجب ان ينتشر التسامح واللين في المعاملة مع الآخرين، يجب أن يتواضع الإنسان ولا يحتقر الآخرين، يجب أن يهتم الإنسان بتكوين علاقات اجتماعية جيدة مع الناس وما مع من يعيش معهم، وأن الفقر مع الكرامة خير من الغنى مع المهانة. وطبعا أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتم من نص النهاردة، نص نصائح. وعايز طبعا من حضراتكم ان انتم بسرعة تحلوا الاسئلة على هذا النص الجميل اللي هنتعلم منه حاجات كتير جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.